ماشي. احنا معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام، نحييه ونحييك اللجنه كمان على الشغل لحد كبير جيد في الفتره الاخيره، واللي فيه تطور وفيه شويه تفاصيل كويسه، واكيد فيه طبعا شويه ملحوظات، بس الاهم ان احنا بناخد خطوه لقدام مش لا قدر الله خطوه لورا. كابتن محمد فاروق معايا عبر الهاتف الان. يا كابتن محمد مشرف ومنور. حبيبي يا كابتن كريم، انت اللي منور ومشرف الدنيا كلها. اخبار حضرتك؟ احنا دايما بنبقى فخورين جدا لما بنشوف طاقم تحكيم مصري موجود في مباراه كبيره زي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، وبصراحه الكابتن محمود البنا وطاقم التحكيم بالكامل عملوا مباراه محترمه. يعني الحمد لله رب العالمين يا كابتن، ده بتوفيق ربنا طبعا وشغل اللجنه واداء الحكام ومساندة اتحاد الكوره، يعني منظومه كلها متكامله. وده مش يعني، خلينا بس نرجع لورا شويه، من حوالي شهرين احنا لعبنا نهائي كاس مصر بطاقم تحكيم مصري امين عمر، لعبنا مباراه السوبر محمود البنا ومباراه الاهلي والزمالك محمود البنا، يعني ثلاث لقاءات الحمد لله رب العالمين نجحوا لحد كبير جدا. بيبقى فيه بعض الاخطاء، لان دايما اي مباراه لازم يكون فيها اخطاء. استحاله مباراه تطلع ما فيهاش اخطاء حتى لو بحكم اجنبي. لا، بحكم اجنبي ده الاخطاء بتبقى موجوده وبقوه والناس كلها شافت الكلام ده. صح. يعني قياسا للتحكيم المصري، لا التحكيم المصري احسن من الفتره الاخيره قياسا بمستوى الحكام الاجانب اللي جم المرحله الاخيره برضه. فالتحكيم المصري لما ينجح في ثلاث بطولات اكيد يبقى في شغل، اكيد مش هيجي طبعا من صدفه او لا، في شغل بيتعمل، في اداء وحكام مصريين بتادي على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين، وده بشهاده الجماهير كلها ان التحكيم المصري نجح الفترة الأخيرة. ومن ثمار اللي حصل ده برضه يا كابتن، عشان الناس مش حاسة، يعني حتى لو في أخطاء لا في إيجابيات كتير جدا. أنت عندك حكم لسه جاي من كأس العالم محمد معروف، طبعا دليل على أداء التحكيم المصري. عندك أمين عمر من الحكام المحترفين في أفريقيا الموجودين، عندك البنا موجود، عندك أحمد الغندور موجود في البطولات، عندك محمد عادل، عندك محمود عاشور، عندنا خمسة رايحين البطولة العربية، حكمين وثلاث حكام واثنين مساعدين. يعني ده أكيد مش بيجي من فراغ، أكيد برضه موجود، لأن التحكيم المصري لما تلعب ماتشاتك الكبيرة في مصر ده بيدي مؤشر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اللي انت عندك حكام بيعتمد عليهم، وبالتالي موجودين في المحافل الدوليه بيلعبوا باسم مصر. عظيم جدا. طاقم التحكيم المصري اللي ادار مباراه القمه هو طاقم، خلاص اتفقنا كلنا ان هو طاقم تحكيم محترم، بس في سؤال كنت عايز اساله من وقتها، بس انا عارف ان الامور طبعا قبل مباراه القمه ما يبقاش فيها كلام، بس ليه كابتن محمود البنا تاني؟ ليس تقليلا من كفاءته، وهو كفء جدا، بس برضه احنا عندنا حكام كتير، اكيد انتوا كلجنه بتفكروا في الدور مثلا انه في حكام دوليين كبار عندنا، ليه الكابتن محمود البنا تكرر مره اخرى في مباراه الاهلي والزمالك؟ لا، هو طبعا تكرار محمود البنا ملوش تاثير على بقيه الحكام، لان انت لما تيجي تشوف مين حكم الماتشات الاهلي والزمالك الفتره الاخيره، الحمد لله ربنا كان ليا دور في 2014 ان انا حكمت الاهلي والزمالك، ابراهيم الدين حكم، محمد الحنفي حكم، ابراهيم حكم، البنا حكم، امين حكم، يعني عندنا كل دول حكموا. بالاضافه اللي احنا بنحتاج برضه كابتن حكام على مستوى عالي جدا، محمد عادل حكم طبعا، بنحتاج مستوى حكام برضه بنفس القوه على الفار. هتلاقي احمد الغندور لا يقل عن الناس طبعا، واكيد هيحكم برضه الفترات اللي جايه بيبقى موجود على الفار، بتلاقي محمد عادل، بتلاقي محمود عاشور. فالقصه مش قصه حكمه بس، انك انت بتدور على حكم يدير وخلاص، لا، نفس الكلام اثنين مساعدين، نفس الكلام الناس اللي موجوده على الفار جوه. طب كابتن محمد، كابتن محمد بتحطوا معايير مثلا بين قوسين كده ان الناديين هيبقوا راضيين عن الحكم ده، بتحطها في اعتبارك تقول مثلا الكابتن محمود البنا ما عندوش مثلا جدل عند الاهلي عند الزمالك، فتريح دماغه وتحط محمود البنا مع؟ لا، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا الحكام ما فيش جدل عليهم الانديه ولا حاجه، يعني خالص. بدليل كلهم بيلعبوا الاهلي وبيلعبوا الزمالك. يعني انت ما تبص كده هتشوف كل الحكام الدوليين والحكام الكبار بيلعبوا هنا وبيلعبوا هنا، مفيش حد ما بيلعبش خالص. فما فيش مشكله، ما بنيجي نعين بس بنحط في الحسبان، يعني يكون مثلا ما يكونش مثلا الاسبوع اللي فات لسه لاعب للاهلي او لاعب للزمالك. هو الحاجات دي كلها ما يكونش عنده ارتباطات دوليه، ما يكونش مثلا مجهد او مصر، الحاجات دي كلها. لكن ما عندناش الحمد لله رب العالمين ان القصه ان هم موجودين هنا وهنا، يعني ده يقول لك، ده يدل ان هم بيلعبوا للاهلي وبيلعبوا للزمالك، ما دام بيلعبوا ماتشات يبقى من الطريقه المثلى اللي انت هتلاقيهم موجودين في الاهلي والزمالك. وجود الكابتن احمد الغندور على الفار في مباراه الاهلي والزمالك هو تاكيد من اللجنه او مسانده من اللجنه او سبورت من اللجنه ان الراجل ما عملش مشكله او اي خطا في مباراه الاهلي والاسماعيلي؟
هو احمد الناظور ايه المشكله في ماتش الاهلي والاسماعيلي؟ مفيش اي مشكله خالص. بديل هو كان موجود في الماتش، ما كانش في اي مشكله خالص. ما هو ده اللي اقصده. لا وكان في جدل طبعا، وده كان في بيان من نادي الاسماعيلي يا كابتن محمد، يعني اللي هو كابتن اتفضل احترامي طبعا لكل الانديه. لكن انت بتقيم الحكم وفقا للقانون مش وفقا للانديه. عظيم. مش بتكلم طبعا على الانديه، طبعا كامل احترام النادي الاسماعيلي نادي من الانديه الكبيره المحترمه. لكن انت بتقيمه وفقا للقانون، هو اخطا ولا لا؟ صحيح صحيح. وشيء كان محترم. انا لما شفت كده ده الغندور قلت قوه كبيره من لجنه الحكام. طب لجنه الحكام قبل مباراه الاهلي والزمالك وكان في اصوات بوجود حكم اجنبي لاداره هذه المباراه، هل انتم ما فكرتوش تقولوا ايه احنا ماشيين بشكل كويس الفتره اللي فاتت ديت، طب ما نجيب حكم اجنبي ونريح دماغنا؟ لا مش هنقول، هنقول ان احنا حكامنا المصريين نجحوا فبالتالي هنجيب حكام مصريين. احنا حتى ما صرحناش قلنا اجانب ولا غير اجانب، لكن القصه كانت ماشيه في اتجاه الحكام المصريين. وعايز اقول ان من اكبر المساندين مستر بريرا اللي انا بوجه له الشكر والتقدير والاحترام، ان واحد مصمم ان يكون التحكيم المصري موجود، وهو حس بكده وحس بنجاح التحكيم المصري والثناء اللي هو سمعه من الاتحاد الافريقي على اداء التحكيم المصري. طيب دايما في الانديه المصريه كل شويه يطلع حد يطالب بتطوير في التحكيم، سيبك من الانتقادات او الحاجات اللاذعه يعني دمها تقيل، بس في ناس بتطلب انه يبقى في تطوير في التحكيم المصري، في تطوير في الفار. الاهلي النهارده مثلا منزل بيان بشكل برضو يعني في كلام مهذب، يعني ما فيهوش كلام جارح، انه بيطالب انه يبقى في تطوير في التحكيم الموسم اللي جاي والفار كمان يتحسن. هل شايف ان احنا ماشيين بخطوات ايجابيه يا كابتن محمد؟ هل في تطوير؟ هل في حاجات ناقصه احنا محتاجين فيها التطوير وهنشوفها في الموسم اللي جاي ان شاء الله؟ أكيد يا كابتن، يعني أولى مراحل التطوير إنك تعمل صف تاني وصف تالت من الحكام. إن شاء الله هتشوف الموسم الجديد حكام أو وجوه جديدة شابة كلها يعتمد عليها هتكون موجودة في التحكيم المصري، وده اللي إحنا اشتغلنا عليه في القسم التاني. عندنا أكتر من 15 أو 17 حكم كلهم لا يتعدى 30 سنة موجودين. إن شاء الله يكونوا موجودين من الموسم الجاي إن شاء الله. هاي دايما بسمع الجملة دي، وأنت بقى تقول لي صح ولا مش صح يا كابتن فاروق. بيتقال انه الفار والتقنيه بتاعت الفار بتاعتنا تكنولوجيا يعني محتاجه تطوير كبير، هل احنا محتاجين فيها تطوير فعلا ولا الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا الى حد ما، يعني خلينا نقول الى حد ما، يعني محتاجه شويه تظبيطات في الفتره اللي جايه ان شاء الله من كاميرات وعربيات، لكن شايف الامور ماشيه بشكل كويس. بس هي محتاجه شويه تظبيط، يعني ده مش هننفي اكيد عشان نبقى احسن، يعني احنا كلنا طبعا يا كابتن احنا محتاجين يعني حتى لو احنا احسن محتاجين نكون احسن الاحسن. يعني محتاجين ان احنا نكون كل سنه نطور من ادائنا، مش معقول حتى يعني حتى لو وقفنا عند خط معين، لا محتاجين نعدي، محتاجين نروح لمكان تاني، وده اللي احنا بندور عليه خلال الفترات القادمه ان شاء الله. عدم وجود منافسه كبيره على القمه هذا الموسم خلت الامور بالنسبه للدوشه حوالين التحكيم المصري الموسم ده اكثر هدوءا من الموسم الماضي؟ لا، هي كل سنه زي اللي قبلها. المنافسه موجوده، حتى لما تيجي تلعب الاهلي، يعني برضو بعض الناس قالت الاهلي والزمالك مباراه، لا الاهلي والزمالك بطوله خاصه. يعني بدليل الجماهير اللي تابعت المباراه سواء خلف الشاشات او اللي كانت موجوده في الملعب، لا دي بطوله خاصه بصرف النظر عن مين كسب او مين ما كسبش. فاحنا بندور على نجاح التحكيم المصري بصرف النظر مين خد بطوله مين ما خدش بطوله. طيب كابتن محمد اخر سؤال لحضرتك، لو هتقيم تحكيمنا المصري هذا الموسم وانت مسؤول في التحكيم المصري، التقييم السنه دي من 10 يوصل فوق الخمسه من 10، 6 من 10، 7 من 10، تدي رقم كام تحديدا عشان نبني عليه بقى للموسم اللي جاي ونقول ان شاء الله نوصل للرقم الفلاني؟ يعني هديله مش هيقل عن 7 من 10، مش هيقل ابدا عن 7، مش هيقل ابدا. 7 من 10 التحكيم المصري هذا الموسم في الدوري، مش هيقل عن 7، يعني ممكن نوصل ل 8 كمان. 8؟ طيب ده رقم حلو. اخر حاجه، نهائي كاس الرابطه حكم مصري ولا حكم اجنبي؟ نعم، نهائي كاس الرابطه حكم مصري ولا حكم اجنبي؟ حكم مصري ان شاء الله. حكم مصري. كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى دايما حكامنا المصريين هم اللي موجودين في المباريات الكبيره.